السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جرب معاكم بقى اغنيه جديده اتعلمتها، ان شاء الله كده ربنا ينفخ في صورتي، وايه بصورتي تبقى على قد سيرتش ان شاء الله. معلش ادينا احنا بنتعلم، ودي حاجه عايزه اقولها برضو، سنس ان انا ايه اليومين دول حبيت ان انا ابقى ايه انسبيريشنال زي ما بيقولوا. مفيش حد بيتعلم حاجه بالساهل، واللي عايز حاجه لازم يتعب عشان يعملها. الاله دي انا بحبها وانا صغيره، بس ربنا ما ارادليش ان انا اتعلمها، وعلى كبر صممت وقرت، والتعليم على كبر صعب، بس ما فيش مستحيل. اي حاجه عايزين تعملوها ان شاء الله تتعمل باذن الله. حتى انا مرات بتكلم عن نفسي بحس ان انا عندي مواهب كتير قوي 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 وما طلعتش منها لسه حاجه، بس بقول كله هيجي في اوانه. مين وايل لازم اشتغل على نفسي، احسن من نفسي، اطور من نفسي، اشتغل على مواهبي، اشتغل على قدراتي، عشان لما تجيلي الفرصه اكون انا جاهزه.